بل لغة تتسامى في العليا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم واجعلنا من عبادك المقبولين. النكرة والمعرفة. نعم. فصل. الاسم ضربان، نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة، وهي ستة: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز، وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإياي. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلميه بمرجوحية، وظننتكه وكنته برجحان. اقرأ لنا الشرح. الشرح: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف قسمين، نكرة. هذا قسمين. بحسب التنكير والتعريف قسمين، نكرة لازم، وهي الأصل، ولهذا قدمتها، ومعرفة، وهي الفرع، ولهذا أخرتها. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر، فالأول كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه. والثاني كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن رجلا كذلك. وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. جزاك الله خير. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم سنشرع في فصل جديد وهو النكرة والمعرفة. فالاسم في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: نكرة، قال وهو الأصل لذلك قدمه، ومعرفة وهو الفرع لذلك أخره. ما الفرق بين النكرة والمعرفة؟ لاحظوا معي يا إخوتي، النكرة هو اسم شائع في جنسه لا يختص به فرد دون غيره. فمثلا عندما تقول جاءني رجل، كل واحد ينطلق عليه هذا الوصف يحتمل بذلك أن يكون هو الذي جاءني، هذا نسميه نكرة. فقال هذا النكرة هو، عندنا هنا قسمان أيضا، في نكرة يعني شائعة موجودة، وفي نكرة مقدرة، يعني رجل موجود محسوس، كل ما يصدق عليه صفة قال هو حيوان ناطق ذكر يقال له رجل، وكلما وجد شخص من هذا في هذا المعنى أو هذا الوصف انطبق عليه هذا الاسم. بينما في عندهم كلمة شمس، كلمة شمس قال يصدق على الكوكب النهاري الذي نعرفه اليوم، فأيضا هذا هو في النسبة لهم قال هو غير موجود أو غير متعدد، ولكنه يصلح لو وجد غيره يعني أن يصدق عليه هذا المعنى. أنا أقول يعني في قوله تعالى إنه وهو رب الشعرى، يعني في زمانهم كانوا يعرفون مثلا النجوم والكواكب ونجم الشعر اليمانية، يعني ألا يمكن أن نقول إن هذا
الشمس الذي نراه اليوم أو كوكب الشمس يشبه تلك النجوم أيضا أخرى، يعني ممكن أن نقول كل منها تعتبر شمسا أيضا، ولكن بالنسبة لنا هذه الشمس لأنها قريبة نراها بهذا الحجم، وغيرها من النجوم لأنها أبعد منه نراها مثلا أصغر منه كثيرا. فما رأيكم يعني هل يصدق هذا التعريف ونقول أن كلمة شمس أيضا موجود جنس موجود وليس مقدر وليس مقدرا؟ ما رأيك شيخ مصطفى؟ شيخ علي ما رأيكم في هذا التعبير؟ أتسمعني يا شيخ علي؟ طيب في حد عنده زيادة عن هذا الكلام؟ مرة ثانية شيخنا، مرة ثانية أنا أقول ابن هشام يقول مثلا النكرة إما جنس مقدر أو موجود، كلمة رجل اعتبرها جنس موجود عندنا أفراد نعم. كثيرين ينطبق عليها وصف رجل، أما كلمة شمس اعتبرها تصدق لو وجدت لها أفراد ولكن غير موجودة حاليا غير هذا الكوكب النهاري. أنا أقول يعني هذا الكوكب هو يعني طبعا النجم يختلف عن الكوكب وسماه كوكبا نهاريا. نحن نعلم في الفيزياء في العلوم أن النجم مشع مضيء بذاته، بينما الكوكب يعكس ضوء نجم آخر، يعني الفرق مثلا الأرض مظلمة، القمر مظلم، وكذلك مثلا باقي الكواكب في المجموعة الشمسية كلها تعكس ضوء الشمس. طيب نجم الشعر اليماني هذا أكبر دليل أنه مذكور في القرآن وأنه هو رب الشعرى، والنجوم الباقية التي عرفها العرب في حياتهم نجم القطب، نجم الدب الأكبر، الدب الأصغر، هذه المجموعة من النجوم ألا يصدق عليها تعريف كلمة الشمس مثلا، أو أن تقول أنها أفراد لهذه التسمية كلمة الشمس؟ ما رأيكم؟ أنا أقول يا أبو ثابت تفضل سيدي أن هذا من باب الأعلام، يعني نعم. الزهرة علم على هذا الكوكب خاصة لا يشمل غيره، نعم. ليس كالشمس، شمس نعم. اسم لكل كوكب يضيء في النهار. أما كلمة زهرة زهرة أو غير الزهرة، أنا عم بحكي على النجوم، هلا الزهرة مثل الأرض هي كوكب، أنا عم بحكي على النجوم، نجم الشعر اليماني ونجم ما يسمى حتى كنجم نعم. خاصة فيها لا تشمل غيرها. أنا أرى أنها أقرب إلى العالمية منها إلى إيش النكرة اللي يعني النكرة المحضة لها نظير أو ليس لها نظير. نعم والله أعلم، يعني كلامكم وارد في الموضوع احتمال نعم. قوي، لكن أنا أرى أنه هل أعلم على هل على إيه؟ هو سماه كوكب نهاري، هو سماه كوكب نهاريا مع أن الشمس ليست بكوكب، هي نجم في تعريف العلوم والفيزياء. نعم نجم. أنا أخطأت التعبير، نجم نعم. ما هو حتى في الكتاب يسميها كوكب نهاريا. ما كان كوكب نهاريا. نعم. أسمعون ما عندكم. الله يبارك فيكم يا سيدي، يكرمكم إن شاء الله. سيدي أخذنا وعلمتونا بالمنطق، يعني هذا التعريف ابن هشام له علاقة إيش بتعريف المناطق للشمس، وابن هشام يستعمل التعبيرات المنطقية كثيرا في كتبه خصوصا قطر الندى. فهنا عند المناطق يأتون بكلمة شمس في الكلي، في الكلي، طبعا الكلي مقابله الجزئي، يقولون الكلي معروف شيخنا الكلي الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه أو الشركة فيه. فهون المناطق هن المناطق اللي بيعرفوا الشمس، بقولوا بأصل الوضع العرب لما وضعوا هذه الكلمة كلمة شمس وضعوها لكل كوكب نهاري، وبقولون هذا مفهوم في الذهن، لكن هذا المفهوم في الذهن لم يوجد له
أفراد ولم يوجد له مصادق في أرض الواقع إلا فرد واحد، ألا وهي هذه الشمس التي نراها أمامنا. بحيث لو فرض العقل، لو فرض العقل وجود أفراد تشبه هذه الشمس من حيث إنها كوكب ومن حيث إنها نهاري، فنطلق عليها كلمة شمس. فإذا هذا التعريف عند ابن هشام له علاقة بالإيش، بتعريف المناطق، ولو كان يصدق عليه إيش قول أبو ثابت الله يجزيكم الخير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وإياكم. ما أجبتونا على الزهرة، أنه شو هل هي علم أو نكرة؟ لا، هي علم على كوكب بس ليست نجم. يعني أقول أنه الشمس كوكب نهاري مضيء، الشمس ليست مضيئة، عفوا الزهرة ليست مضيئة، حتى القمر. هل تسمية، التسمية الاسم على هالنجم، هل هم باب النكرة أم باب العالمية المعرفية؟ العالمية، أنا أظن أنهم باب العالمية، سيمر معنا وملازم للألف واللام هذا العالمية. إذن ليس من باب النكرة يعني؟ لا، الله أعلم. والله أعلم. تفضل يا شباب، من يريد أن يقرأ القسم الثاني من المعرفة؟ نريد قارئا. هل هناك أحد يريد أن يقرأ؟ أبو عامر ذهب. أبو عامر أنا جاهز للقراءة. تفضل سيدي. لكن قبل أن أبدأ، يعني العلماء الفلكيين يقولون هناك الكثير من الشموس في الكون، لذلك نعم. يعني يمكن أن نطلق عليها أنها نكرة إذا كانت عددت الشموس. هذا ما قصدته، أنه كل نجم يعني مضيء يسمى شمسا، يعني هذا أنا ما قصدته، يعني التفريق بين النجم والكون. يوجد حوالي 100 مليون شمس في هذا الكون. ما شاء الله. نعم، أول شيء أنا كنت أظن أنهم لا يعرفون ذلك في أيامهم، ولكن تذكرت أن القرآن الكريم ذكر مثال نجم الشعر اليماني، ذكره في القرآن، لأن العرب كانت تعرفه من قديم. يعني تفضل سيدي اقرأ. نعم، بسم الله. الضمير. وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو، وينقسم إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. فالأول البارز كتا قمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، أو بالتاء كتقوم. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد، ولا تقول نقوم زيد عمرو. إذا اسمك زيد تتكلم عن نفسك لا يسمع. نعم. تقول أقوم زيد. نعم. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه؟ وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت،
والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو، وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه. فمرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل، ومنصوبه ككاف أكرمك فإنه مفعول به، ومخفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه. فالمرفوع 12 كلمة: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. ومنصوبه 12 كلمة أيضا: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع، تقول أنا مؤمن. فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع. وإياك أكرمت، فإياك مفعول به، والمفعول حكمه النصب. ولا يجوز أن يعكس ذلك، فلا تقول إياي مؤمن وأنت أكرمت وعلى ذلك فقس الباقي. وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. جزاكم الله خيرا، الله يعطيك العافية. وإياكم. إذن بعد أن انتهى المؤلف من الحديث عن النكرة، شرع في الحديث عن المعرفة. و يعني طبعا هو لم يعرف المعرفة بشكل مفصل. المعرفة هي ما دل على فرد بعينه لا يشترك معه غيره. عندما نقول مثلا زيد، ينصرف الذهن إلى شخص معين اسمه زيد. عندما تتكلم تقول أنا، فالناس يعرفون من المتكلم ولا يشكون مثلا في كونه غيره هو المتكلم. هذا التعريف المعرفي. طبعا المعرفة ذكر في المتن أنها ستة أنواع، وللمعرفة رتب. هذه الرتب مهمة جدا، يجب أن نحفظ رتبها لتلزمنا في الأيام. رتب المعرفة قالوا أول شيء عندك اسم الجلال هو أعرف المعارف الله عز وجل، ثم الرتبة الأولى الضمير، الرتبة الثانية اسم العلم، الرتبة الثالثة اسم الإشارة والموصول من رتبة واحدة، الرتبة الرابعة هو المحلى بأل أو يسمون ذو الأداة، أي أربع رتب. آخر شيء عندي المضاف إلى معرفة، فإنه من رتبة المضاف إليه، إلا أن المضاف إلى الضمير ينزل إلى رتبة المضاف إلى اسم العلم. أعيد رتب المعارف، قلنا أول شيء الله عز وجل أعرف المعارف. طبعا هذه في يحكى يروى عن سيبويه بعدما توفي أنه رؤية في المنام فسئل بما دخلت الجنة، قال بقولي الله أعرف المعارف، هكذا الرواية تقول. إذن هذه المنزلة الأولى، الله عز وجل أعرف المعارف. ثم المرتبة الأولى الضمير، الآن سنتكلم عن الضمير بعد قليل. المرتبة الثانية اسم العلم، اسم العلم يمكن يكون إنسان أو حيوان أو مكان كما سيمر معنا في بحث اسم العلم إن شاء الله. الرتبة الثالثة يشترك فيها اثنان وهما اسم الإشارة والاسم الموصول. الرتبة الرابعة والأخيرة هي المعرف بأل، معرف بأل أو ذو الأداة أو بسميه أحيانا محلى بأل للتعريف، أي أربع رتب. يأتينا المعرف بالإضافة، معرف بالإضافة يعني مضاف إلى معرفة، معرفة ولكن من أي رتبة؟ قال المعرف الإضافة أو المضاف للمعرفة من رتبة المضاف إليه، من رتبة المضاف إليه، إلا أن المضاف إلى الضمير ينزل إلى رتبة المضاف إلى اسم العلم. هذه ستمر معنا في بحث الصفة أو النعت. يقولون لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت. يعني عندما مثلا
المنعوت مثلا اسم علم، ما فيني أنا أنعته بالضمير لأن الضمير أعرف منه. وكذلك إذا عندي مثلا المنعوت محلى بأل ما يصير أنعته باسم علم. هاي ستمر معنا ونبحث عنها إن شاء الله ونقف عندها. الآن ندخل في بحث الضمير. الضمير هو اسم معرفة كما عرفونا لا أو علمونا، اسم معرفة مبني يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. كل الضمائر تندرج تحت هذا التعريف. اسم معرفة مبني يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. إذا هذا أول تقسيم للضمائر من حيث دلالته، إما أن يدل على متكلم مثل نحن أو مخاطب أنت أو غائب مثل هو وهي. هذا التقسيم الأول من حيث الدلالة. بعد ذلك كما ذكر ابن هشام، إما أن يكون هذا الضمير له ذكر له صورة في الكلام أو ليس له صورة. هنا نسميه الضمير البارز والضمير المستتر. فإذا كان له صورة فهو البارز، وإن لم يكن له صورة في الكلام ولكنه يفهم من السياق نسميه المستتر. فإذا بدأنا بالمستتر، قال المستتر نوعان، مستتر يعني مغيب. إما أن يكون هذا الستار واجبا فلا يجوز أن يظهر، أو أن يكون جائزا يعني يجوز أن يظهر. كيف التفريق بينهما؟ لاحظ ذكر أمثلة الستار الواجب في ثلاث حالات محصورة. الضمير يستتر وجوبا في ثلاث حالات. الحالة الأولى مع المضارع المبدوء بالهمزة، ذكرت سابقا هذه الفائدة، كل فعل مضارع مبدوء بالهمزة فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. فإذا قلت أقوم ما في داعي أذكر اسم، أقول أقوم نظير، أشرح نظير، لا يصح ولا يعتبر هذا المذكور أو الظاهر أنه فاعل. النوع الثاني من الإستار الواجب هو المضارع المبدوء بالنون، فإن فاعله دوما ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فإذا قلت مثلا نشرح قطرة الندى ما في داعي أذكر أسماء الناس الحين موجودين مثلا. واضح يفهم السامع عندما تقول نحن عفوا نشرح أي المتكلم جماعة. ولكن هنا يعني طبعا في القرآن الكريم إذا ورد هذا في حق الله عز وجل يحمل على التعظيم، يحمل على التعظيم، لأن الله عز وجل واحد وليس بجماعة. هذه نقطة مهمة. الحالة الثالثة التي ذكرها المؤلف من حالات الاستتار الواجب، وهي المضارع المبدوء بالتاء إذا كان مخاطبا به الشخص المذكر. تقول مثلا تذهب، هل تذهب معي، هل تفهم عني يا أخي، ففاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أما يمكن أن يكون مضارع مبدوء بالتاء وفاعله هي. لاحظ تقول مثلا تفهم سعاد، إذا قدمت سعاد نقول سعاد تفهم ما نقول. فإذا لا نقول كل مضارع مبدوء بالتاء فاعله أنت. لاحظوا التاء يمكن أن تدل في بداية المضارع على المخاطب المذكر، ويمكن أن تدل على الغائبة المؤنثة. حتى الآن مفهوم يا شباب؟ إذا هذا الاستتار الواجب في هذه الحالات الثلاث حاليا الآن. بعد ذلك الاستتار الجائز أيضا محصور في حالتين، في الضمير الغائب هو وهي. لماذا سميناه استتارا جائزا؟ لأن الفاعل في هذه الجملة يجوز أن يظهر ويجوز أن يغيب. فعندما تقول مثلا جاء زيد، هنا جملة فعلية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل مرفوع مبني على الفتح الضمة. إذا قدمت الفاعل على الفعل ماذا يحدث؟ لا يبقى اسمه فاعلا وإنما يصبح مبتدأ. نقول زيد جاء، فنقول زيد مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة. جاء فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. إذا هنا لاحظنا الفاعل كيف استتر جوازا. لماذا نقول جوازا؟ لأنه لا يشترط دوما عندما نقول زيد جاء أن يكون الفاعل هو. ممكن أن أكمل كلام فأقول جيد عفوا زيد جاء أبوه. إذا لاحظ هنا ظهر الفاعل زيد جاء أخوه، هذه ملاحظة مهمة. وكذلك نقول مثلا في مثل قولك جاءت سعاد، فإذا قدمت سعاد تقول سعاد جاءت، فيحتمل أن يكون الفاعل ضميرا مستتر جواز تقديره هي يعود على سعاد.
ويمكن أن يظهر فتقول سعاد جاءت أمها جاءت أختها فيظهر الفاعل. واضح الفرق يا شباب؟ هذا إن شاء الله من حيث الضمير إذا كان له صورة أخذنا المستتر. الحين نأتي إلى البارز، الضمير الذي له صورة نسميه الضمير البارز. هذا الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. والضابط بينهما أو الفارق بينهما أن المتصل قال لا يجوز الإبداء به، لا يستقل بمفرده، لا يستقل بنفسه، لابد أن يسبقه الشيء حتى يتصل به الضمير. هذه مهمة جدا. وبعضهم يضيف يعني شرطا زائدا ويقول لك لا يأتي الضمير المتصل بعد إلا في أصل الوضع في اللغة العربية، كما عرفه ابن مالك وقال وذو اتصال منهما لا يبتدى به ولا يلي إلا اختيارا أبدا في أصل اللغة. في أصل اللغة الضمير المتصل لا نستطيع أن نبدأ بتاء الفاعل ولا نون النسوة ولا واو الجماعة، والأصل أنه لا يأتي بعد إلا. الحين قبل أن نذهب إلى الضمير المنفصل نقف عند المتصل. المتصل يتصل بما قبله من فعل أو اسم أو حرف. تفضل في سؤال. في صوت شيخ حمزة. لا يوجد سيدي. تفضل. قلوا إذا حد يعني فاتح المايك وما في ضرورة يسكروا بشان. لا يظهر عندي ذلك ولكن ممكن أنه. إن شاء الله. طيب. الآن الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أنواع. ينقسم إلى ثلاثة أنواع بحسب إعرابه، بحسب موقعه من الجملة. فإما أن يكون في محل رفع دوما. في محل رفع دوما. طبعا الرفع إما أن يكون يعني رفع فاعل، وذلك طبعا هذه الضمائر التي تكون في محل رفع دوما ملاحظة مهمة لا تدخل إلا على الفعل، لا تدخل إلا على الفعل، ولكن نقول هي في محل رفع دوما. الحين ماذا تكون في محل رفع ماذا؟ قال بحسب الفعل الذي تدخل عليه. فإن دخلت على فعل تام مبني المعلوم فتكون في محل رفع فاعل، مثل مثلا كتبت حفظت. واضح؟ هنا حفظ كتب فعل تام يعني ليس ناقصا، ومبني المعلوم ليس مبني المجهول، فالتاء وأمثالها إذا دخلت على هذا الفعل تكون في محل رفع فاعل. طبعا الضمائر كلها مبنية تبنى على حسب لفظ آخرها. فلاحظوا التاء إذا كانت للمتكلم المذكر نقول كتبت، عفوا المتكلم مطلقا بالضم مبني على الضم. أما إذا خاطبت بها المذكر فإنها تبنى على الفتح، تقول هل كتبت واجبك يا أخي، هل حفظت شيئا من القرآن اليوم. أما إذا خاطبت بها الأنثى فتكون مبنية على الكسر، تقول هل كتبت هل حفظت شيئا من القرآن. إذا لاحظوا هذا الشيء مهم. إذا هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا اتصلت هذه الضمائر بفعل تام مبني المجهول فإنها تكون في محل رفع، ولكن ماذا هنا نقول؟ رفع نائب فاعل. كان تقول مثلا قبلت اليوم مثلا في الامتحان، أو مثلا مثلا جبرت اليوم من قبل إخواني جبر الله خاطركم. واضح؟ هذا فعل مبني أنا الشيخ، فعل تام مبني المجهول فتكون تاء هنا في محل رفع نائب فاعل. الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي مهمة أيضا، هذه الضمائر ضمائر رفع الآن نعددها تدخل على الأفعال الناقصة أو الناسخة، نقول ناقصة أو ناسخة، فتكون أيضا في محل رفع، ولكن ماذا ترفع هنا؟ هنا نكون في محل رفع اسمها، في محل رفع اسمها. كأن تقول مثلا كنت سعيدا، كنت سعيدا اليوم برؤية شيخنا، كنت سعيدا. لاحظ كنت نقول عند الإعراب فعل ماض ناسخ أو ناقص مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمها، سعيدا خبرها منصوب على نصب الفتحة. طيب هذه الضمائر إذا أردنا أن نعددها بسرعة نقول تاء الفاعل التي ذكرناها منذ قليل، نون النسوة، والناء الدالة على الفاعلين أي ثلاثة، بعد عندك ألف الاثنين واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبي.
هذه الضمائر الستة لا تدخل إلا على الفعل وهي في محل رفع دوما، إما أن تكون في محل رفع فاعل أو رفع نائب فاعل أو رفع اسم الفعل الناسخ كما ذكرت لكم. النوع الثاني من هذه الضمائر مجموعة الثاني تدمج معا ونقول هي تكون في محل نصب وجر، تأتي أحيانا في محل نصب وأحيانا في محل جر. الضمائر نفسها الخمسة التي سأعدها الآن، عندنا نبدأ مثلا ناء الدال على المفعولين أو سمو جماعة المفعولين، عندي هاء الغائب، هاء الغائب عبارة عن هاء فقط، وهاء الغائبي هاء مع ألف سميها هاء المفرد الغائبي، عندي يا المتكلم وكاف الخطاب. كاف الخطاب تكون مبنية على الفتح مع المذكر وعلى الكسر مع الأنثى، لاحظوا دوما لناس خاطرهم يعني مثل قوله رقيق، لذلك دوما يبنى على الكسر مشان تنتبه ما تكسر خاطرها أبدا. الآن تعالوا نبحث متى تكون هذه الضمائر في محل نصب ومتى تكون في محل جر. هذا الشيء مهم حتى نحفظه ونحفظه لأبنائنا. هذه الضمائر تدخل على الاسم والفعل، تدخل على الاسم والفعل وتدخل على الحرف أيضا. إذا تشترك هذه الضمائر في ميزة أنها تتصل بالأسماء والأفعال والحروف على حد سواء. الحين إذا دخلت على الفعل سواء كان فعل مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول فهي في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به دوما. حتى لو كان مبنيا للمجهول نعم تكون في محل نصب مفعولا به ثانيا. أعطيك مثال على الفعل التام، تقول مثلا القرآن أو القرآن حفظته، دعونا نقول هذه الجملة القرآن حفظته مثلا بفضل الله عز وجل. القرآن مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، حفظته أو نقول حفظه أخونا مثلا أو كذا، فحفظته فعل ماض مبني على السكون صايب تاء الفاعل، لاحظ تاء الفاعل من ضمائر رفع مبني على الضم في محل رفع فاعل. أما الهاء فنقول ضمير نصب متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به يعود على القرآن. وجملة حفظته هي الخبر، نقول جملة فعلية في محل رفع خبر. طيب كيف تكون الهاء أو الكاف متصلة بفعل مبني المجهول وتعرف في محل رفع نصب نائب نصب مفعول به؟ كان تقول مثلا تقول مثلا القرآن أعطيته منحة من الله، القرآن أو حفظ القرآن أعطيته منحة من الله عز وجل. لاحظوا معي القرآن إذا اعتبرناه هو المبتدأ أو حفظ القرآن، حفظ مبتدأ والقرآن مضاف إليه، أعطيته لاحظ هذا الفعل من أفعال المنح والعطاء يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبرا. فنقول في إعرابي أعطيت فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل كما ذكرت سابقا لأنها اتصلت بفعل تاء مبني مجهول تعرف في محل رفع نائب فاعل والنائب الفاعل أصله مفعول به. إذا هنا التاء كانت أصلا مفعولا به أول فأصبحت نائبة الفاعل، نائب الفاعل. الهاء ماذا نقول عن الهاء؟ نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثان، في محل نصب مفعول به ثان. لاحظنا هذه الملاحظة المهمة. طيب هل تدخل هذه الضمائر على الأفعال الناسخة؟ هذا ما ذكره في نهاية الشرح سيأتي بالتفصيل. نقول نعم تدخل هذه الضمائر أو قد تدخل هذه الضمائر على الأفعال الناسخة فتكون في محل نصب اسمها، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الصياد إن يكنه فلن تسلط عليه، في حديث طويل يقول في صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه. إذا عربنا هذه الجملة بسرعة فنقول إن كما مر معنا في الأسبوع الماضي حرف شرط جازم، يكنه فعل مضارع ناقص أو ناسخ مجزوم لأنه فعل الشرط وعلام جزمه السكون واسمه ضمير مستتر جواز قدره هو يعود على الشخص المذكور قبل،
والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب خبر يكون، خبر يكون. وفلم تسلطها ما درسناه في الأسبوع الماضي، فرابط الجواب الشرط دخلت وجوبا لوجود لن، لن حرف نفي واستقبال ونصب، تسلط أيضا فعل مضارع مبني المجهول منصوب بلن وعن تصبيه الفتحة، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره عفوا وجوبا تقديره أنت، فلن تسلط عليك أن المخاطب به كسيدنا عمر الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عليه. هذا ما سنأتي الآن إلى ذكره. الحالة الثالثة من الضمائر، طبعا في محل نصب أيضا تدخل هذه الضمائر على الأحرف الناسخة، إذا دخلت هذه الضمائر على الأحرف الناسخة أيضا تكون في محل نصب، تكون في محل نصب. مثلا نقول إنك لذو حظ عظيم، أو وإنك لعلى خلق عظيم. فالمعروف إن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. فالكاف هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسمها، في محل نصب اسمها. لعلى خلق عظيم، اللام نقول لام المزحلقة، لام التوكيد مزحلقة، على حرف جر، خلق اسمه مجرور بعلى وعن جره الكسرة، عظيم صفة له مجرور مثله وعن جره الكسرة، والجار مجرور لا على خلق أو على خلق متعلقان بخبر محذوف تقديره وإنك لكائن على خلق عظيم أو مستقر على خلق عظيم. إذن نعيد قبل أن نذهب إلى المرحلة الثالثة أو الإعراب الثالث، هذه الضمائر تكون في محل نصب في حالتين أو ثلاث حالات. الحالة الأولى اتصلت بالفعل، إذا كان الفعل تاما سواء كان مبني معلوم أو مجهول، مبني مجهول في محل نصب مفعول به انتهينا. الحالة الثانية إذا اتصلت فعل ناقص أو ناسخ تكون في محل نصب اسمها. الحالة الثالثة إذا اتصلت بحرف ناسخ تكون في محل نصب اسمها، عفوا في الأفعال الناقصة تكون في محل نصب خبرها، محل نصب خبرها. الحين موضع الجر، متى تكون هذه الضمائر المتصلة الخمسة مجموعة في كلمة ناهيك في محل جر؟ قالوا تكون في محل جر في حالتين. الحالة الأولى يمكن أن نضع يعني مثل القاعدة، كل ضمير اتصل بالاسم فهو في محل جر بالإضافي. هذه الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فهي في محل جر بالإضافة دوما. تقول مثلا كتابه جميل، تتكلم عن شخص معين مثلا عبد الله كتابه جميل، أو كتابه جديد، أو مثلا شيخنا حفظه الله كتبه مطبوعة. لاحظ كتبه نقول مبتدأ مرفوع برفع الضمة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، أي كتب شيخنا، هكذا التقدير. مطبوعة خبر مرفوع عن رفعه الضمة. هذه قاعدة مهمة احفظوها يا شباب، كل ضمير انتصب باسم فهو في محل جر بالإضافة. هذه الحالة الأولى التي تكون ضمائر فيها في محل جر. الحالة الثانية إذا اتصلت بحرف جر كما مر معنا منذ قليل عليه، فتكون في محل جر بحرف الجر. تقول مثلا مررت به، نظرت إليه. دعونا نعرف هذا المثال، نظرت إليه، نظرت فعل ماض مبني على السكون في حرف مبني على السكون صايب تاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إليه أصلها إلى، الياء قلبت الألف قلبت إلى ياء، عادت الأصلها لاتصالها بالضمير، نقول إلى حرف جر. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر أو في محل جر بإلى، والجار مجرور متعلقان بالفعل نظرت. أظن هنا انتهى الحديث عن الضمائر المتصلة. هل هناك من سؤال حول الضمائر المتصلة قبل أن نشرح أو قبل أن نشرح بالضمائر المنفصلة؟ فالوقت يداهمنا، بس نريد يعني خمس دقائق من عند الشباب إضافية إن شاء الله. في أي سؤال عن الضمائر المتصلة يا شباب؟ طيب بسرعة، الضمائر المنفصلة هي التي
يبدأ بهذا الكلام كما قلنا بعكس ضمير متصل لا يستقل بنفسه، بينما الضمائر المنفصلة تستقل بنفسها، نستطيع أن نبدأ بهذا الكلام وهي قسمان فقط، إما أن تكون في محل رفع أو في محل نصب، وليس هناك ضمير منفصل في محل جر. هذه الضمائر المنفصلة التي في محل رفع هي 12 ضميرا. كيف نحفظها؟ نبدأ بالمتكلم، نقول المتكلم عندي ضميران أنا ونحن. أنا يصلح للمتكلم المذكر، عفوا المتكلم مفرد، مذكرا كان أو مؤنثا، رجلا أو امرأة. ونحن للجمع تصلح للمثنى والجمع، مذكرين كان أو مؤنثين أو رجالا كانوا أو نساء. الذي يكشف عن المتكلم هو الخبر، فإذا قلت أنا مسلم عرفنا أن المتكلم رجل، أما إذا كانت الجملة أنا مسلمة نعرف أن المتكلم امرأة. إذا قلت مثلا في نحن، نحن مسلمان، عرفنا أن المتكلمين رجلان. أما إذا قلت مثلا في الجملة نحن مسلمتان عرفنا أن المتكلمين امرأتان. إذا قلت أو الجملة كانت عندي نحن مسلمون عرفنا أن المتكلمين رجالا، أن المتكلمين رجال. وإذا قلت مثلا أو جاءتني جملة نحن مسلمات عرفنا أن المتكلمين أو المتكلمات نساء. واضح؟ هاي المتكلم ضميران فقط. في المخاطب عندي 5، ولكن لاحظوا أنت للمخاطب المذكر أقول أنت مؤمن أنت محسن. إذا خاطبت الإنسان أقول أنت، أنت مؤمنة أنت محسنة. أما إذا خاطبت المثنى فعندي ضمير واحد هو أنتما، يصلح للمذكر والمؤنث الخلاف في الخبر. نقول أنتما مسلمان للمذكرين، ونقول أنتما مسلمتان للمؤنث. في الجمع نقول للرجال أنتم محسنون، ونقول للنساء أنتن محسنات. بقي عندي الغائب. الغائب أيضا عندي 5 ضمائر. لاحظوا هو إذا أردت الحديث عن شخص بعينه، مثلا شخص غائب أقول هو مسلم. أما إذا أردت الحديث عن امرأة نقول هي مسلمة. إذا أردت الحديث عن 2 عندي ضمير واحد هو هما فقط. يختلف من الحديث أو أعرف المتكلم عنه إذا كان رجلا أو إناثا أو ذكورا من خلال الخبر. نقول هما مسلمان للحديث عن الرجلين، ونقول هما مسلمتان للحديث عن المرأتين. في حال الجمع يختلف، نقول هم مسلمون عن الرجال وهن مسلمات عن النساء. هكذا تنتهي ضمائر الرفع المتصلة 12 ضميرا. الحين عندي مقابل كل ضمير ضمير من الحال الثاني ضمائر النصب. ضمائر الرفع المنفصلة إعرابها دوما في محل رفع مبتدأ، دوما نقول مبني ضمير مبني، مثلا أنا مبني على السكون، نحن مبني على الضم، أنت مبني على الفتح، أنت مبني على الكسر، وهكذا في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. ضمائر النصب عندي 12 ضميرا وكلها تجتمع حول إيا. يعني إما أن نعتبر الضمير هو إيا بالإعراب ونقول يا مثلا للمتكلم والكاف للخطاب، أو أن نعرب الضمير كله معا إيايا أو إياك للتسهيل على الطلاب. فنبدأ مقابل أنا عندي إيايا، مقابل نحن عندي إيانا، مقابل أنت في المخاطب ماذا يأتي في الضمير النصب؟ إياك. مقابل أنت عندي إياك، مقابل أنتما عندي إياكما، مقابل أنتم عندي إياكم، ومقابل أنتن عندي إياكن. الحين نجي للغائب. مقابل هو عند الضمير إياه، مقابل هي عندي إياها، مقابل هما إياهما، مقابل هم إياهم، ومقابل هن إياهن. هذه الضمائر 12 دوما في محل نصب، في محل نصب. فإذا اعتبرنا الضمير إيا نقول مبني على السكون، أما إذا اعتبرنا الضمير مع الحرف الذي يليه إياك يكون في محل مثلا مبني على الفتح. خذوا مثال قوله تعالى
إياك نعبد وإياك نستعين. تعالوا نعرف هذه المثال بسرعة. نقول إياك على الأخف للطلاب والأسهل، نقول إياك ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. طبعاً هو تقدم للبلاغة بلاغياً في القرآن، قال التقديم المفعول به يفيد التخصيص، يفيد الحصر. يعني عندما تقول إياك نعبد، أي نعبدك وحدك يا رب دون غيرك، بينما لو قلنا مثلا نعبدك لاحتمل المعنى أن نكون نعبدك والعياذ بالله أو ونعبد غيرك معك. فعندما تقدم إياك قال العلماء هنا للتخصيص. وقال أيضا الصوفية جزاهم خيرا، جاءت من باب الأدب، أنك قدمت ذكر الله عز وجل على نفسك. لو قلت نعبدك فقدمت الفاعل قبل ذكر الكاف. وأيضا قالوا من فنون البلاغة أنك في بداية سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها بصيغة الغائب، ثم جاءت هذه الآية بصيغة المخاطب، هذا يسمونه الالتفات. عدلت عن أسلوب من الحديث عن الغائب إلى الحديث عن المخاطب أو الحاضر، هذا يفيد أو يزيد المعنى جمالا ويوقظ الإنسان الغافل حتى ينتبه أكثر. طيب إذا إياك ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، نعبد فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديم نحن، كما قلنا سابقا أنه فعل مضارع مبدوء بالنون. ومثلها أيضا إياك نستعين، مثلها فقط أو مثلها أيضا إياك نستعين. طبعا ممكن يجينا أسلوب آخر، مثلا راح يمر معنا بالأيام إن شاء الله أسلوب التحذير، يبدأ أحيانا بإيا، نقول إياكم والكذب. طيب الحين طبعا لن نخوض في إعرابها، نتركها إلى وقتها إن شاء الله. هل هناك من سؤال عن هذا القسم من الضمائر؟ طبعا بحث الضمائر لم ينتهي، نكمله في الأسبوع المقبل إن شاء الله، ولكن أرجو أن تكون هذه المعلومات صحيحة 100% إن شاء الله، ووصلت إلى أذهانكم وعقولكم وترسخت في يعني مخيلتكم وعقولكم.